الحادث السياسي وندمت عليها، وهي كما هي اللي كميت في حياتي كلها، هي درت لي مضرة وصفتني للطبيب وعشت 3 شهور وانا جالس في الطبيب، وهي اللي ندمت عليها. ما عاودش وليت لها كاع. الحمد لله الساعة ما حسيتش بالتجربة، حسيت عاد بديت ان شاء الله. ناوي انني نشوف شي حاجة محسن، الحمد لله كل شيء ايجابي. القرار اللي خديت في حياتي وندمت عليه هو اختي كنشوفه، هو الدراسة ديالي ما كملتهاش. وكيف ما كتعرف حنا في المجتمع ديالنا وفي هذا الوقت اي حاجه كطالب تكون عندك مستوى دراسي عالي ولو غير شويه، بس تكلم مع الناس، بس تجلس، بس المهم في اي حاجه خصك يكون عندك مستوى دراسي. لهذا ما كرهتش يرجع ذاك الوقت ولو يكون نقرا غير شويه وبركه عليا. صراحه هي هذه. ايوا على القرايه ما قريتش. اييه ندمت علاش ما قريتش، وندمت عليها. وفي التاخير عاودت يعني تعويت وشي حاجه ودخلت للعسكر. كان عندي الهدف نخدم في العسكر وشي، بالحق ضربنا التامره في التاخير خرجنا حنا وما عملنا والو. هذه باش اللي عملنا في الحياه ديالنا وندمنا عليه. صافي هادشي اللي كاين. هو انني كنت باقا طايشه بزاف، وكنت كنعاصب الوالده ديالي وللاسف مرضت، وحتى مرضت عاد حسيت بداكشي اللي كنت كندير، يعني بسببي انا دابا وصلت لواحد الحاله اللي هي مريضه بزاف وندمت على هادشي. هذا القرار اللي خديته في حياتي وندمت عليه هو وقينا هنايا في المغرب اللي ما كاين والو، لا تعليم، كلشي مزدهور صراحه، الله لا صحه بحال الناس، لا كلشي حتى حاجه، حتى قرايه اللي كنا باغيين نكملوها يعني ما قدرناش بسبب ديال بزاف الحاجات، بزاف العوامل اللي فكرنا قلنا زعما نمشيو نخدموا على حساب الوالدين ديالنا، ما عندهمش قبريه وكذا، بزاف الحاجات زعما باش نمشيو نخدموا. سمحنا في قرايه ولكن ندمنا الصراحه الله، يعني قرايه كنظن واخا حتى واخا نكمل قرايه يعني ما كاينش العمل اللي تقدر تساعدك. هذا هو الحل. شنو هي الحاجه لو كان رجع بك الوقت ما ديرهاش؟ الحاجه اللي درتيها وندمت عليها. اللي درتها وندمت عليها، اييه الحاجه اللي درتها وندمت عليها هي الدراسه. حسب الدراسه هي كل شيء في الحياه، الا ما كانتش الدراسه وكنتي تزيد للقدام على دابا ملي كتسالي من الدراسه كتمشي للخدمه، الخدمه فيها غير تماره وفيها كل شيء، هادشي علاش ما كتلقاش الحاجه اللي كتبغيها. هو اش غادي نقول لك، كاملنا نقدروا يبان بانه بعض المرات كندموا على شي حاجات وهذا طبيعي، لكن انا اللي نقول لكم بانه يعني واخا تكون ندمتي على شي حاجه، مثلا عملتيها في 2016 ورجعتي مثلا في 2018 وندمتي، بالحق الا فكرتي غتلقى بانه في 2016 كان عندك احسن اختيار اللي تقدر تاخذه هو اللي خديتيه المره اللي فاتت، مثلا تزوجتي مثلا ومن بعد بان لك بانه ندمتي، في الساعه ديال 2016 كان عندك افكار اخرين، كان عندك اندفاعات اخرين، كان عندك خيارات اخرين، كنت انت ديال 2016 ماشي ديال 2018، وبالتالي كنقول لكم دائما يعني حاولوا ما امكن انكم تندموا غير شويه ومن بعد ديباسيو. يعني التجربه اللي درت في حياتي هي تصاحبت مع شي اصدقاء ما كانوش ما عطاوش القيمه لحياتي، ما انا اعتبرتهم اكثر من حياتي، اعتبرتهم اكثر من خوتي، عطيتهم فهمتي دلت بقيمتي باش نحتفظ بهم، احتفظ عليهم، عطيتهم شحال من حاجه ما كنتش مصوره حتى لحياتي باني غتوصل لديك في الاول تشاره ديال 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 المعاشره مع الناس ومع الدراري ومع صافي، هذاك هو البليه ديالي الاولى، ولكن في الاخر ندمت عليها اللي درت داكشي، داكشي كله كل شيء ما مزيانش، داكشي الانسان يدير واحد الحاجه اللي هي مزيانه احسن من داكشي اللي كما هي. كنبغي نوصل لهم باللي من الاحسن يتبعوا الكلام ديال والديهم حتى يقدروا يوصلوا لواحد الحاله اللي ندموا بزاف بحالي انا مثلا، يتبعوا الكلام ديالهم ويحاولوا يحافظوا عليهم، حتى بحال دابا انا ندمت بزاف حتى مرضت عاد حسيت بهذا الشيء، هذا كنتمنى ما يديروش بحالي. الوقت هذا كيطالب الدراسه، وكنصح الشباب يعني احنا كاملين اللي باقي في المدرسه اللي كيقرا يحاول ما امكن يبقى في الدراسه ديالو. انا بالنسبه لي اللي خدام ودابا واخا مثلا عندي واحد الراتب الشهري مزيان، ولكن ما صراحه ما عنديش شي مستوى دراسي عالي، وكنتمنى يرجع ذاك الوقت لو نقرا غير شويه، هادشي اللي كان وشكرا. ولكن دابا كنتمنى حاجه وحده هي حتى حاجه ما بقات كتستاهل تكون مع شي اصدقاء، فبقيت نتمنى شي اصدقاء ما يكونوش مع شي بعضين اللي يحسبوهم خوتهم، بغيتهم هما يستمروا مع حياتهم يمشوا مع كتهضري على مفهوم الثقه، والانسان صافي ما يبقاش يثيق، ما يبقاش يدير الاصحاب، يشوف راسه معامن، يحس راسه معامن، واش ديك الاصدقاء ينفعوا. صراحه الله تي اللي كاين.